وللوقوف أكثر على العلاقات السعودية اللبنانية بعد تصريحات حسن نصر الله بشأن السعودية، معنا من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية السيد فرانكو عبد القادر. مرحبا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. كما هو واضح أزمة سابقة بسبب تصريحات الوزير قرداحي، ثم تأتي أزمة جديدة بين لبنان والسعودية بفعل تصريحات حسن نصر الله رئيس ميليشيا حزب الله اللبنانية. لكن هذه الأزمة الجديدة لا أعرف إذا كان ثمة قيمة للتوقيت التي حصلت بها، وماذا يمكن أن كيف يمكن أن تتفاقم وتأخذ أشكالا أخرى؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا شك في أن كلام حسن نصر الله يهيئ الأجواء اليوم لكي تبدأ المسرحيات من قبل الأركان السلطة الذين يريدون إقناع جمهورهم أنهم ضد حزب الله وأنهم لا ينفذون أجندته وأنهم يدافعون عن لبنان وعن القضايا العادلة اللبنانية كالعلاقات الطيبة مع الأخوة العرب والسيادة والاستقلال طبعا. وبالتالي حزب الله يعني حسن نصر الله استبق هذه المسرحية، بل فتح الباب أمام المسرحية لكي يبدأ الجميع بالدفاع عن العرب وأيضا بالاستنكار كلام نصر الله، وهو كلام مستنكر طبعا، مستنكر بشدة، لأن حزب الله يعني هو حزب إيراني وينفذ أجندة إيرانية، وبالتالي يعني هذا كل كلام حسن نصر الله مرفوض. أما بالنسبة لردات الفعل التي قام بها البعض السياسيين فإن هذا يؤشر على أن الأمور ستبدأ الحملة الانتخابية من الجميع. هذا رأيي. يعني الأمر مرتبط بدعاية انتخابية مسبقة سيد فرانكو؟ عندما لقد علمت قبل قليل أن الرئيس سعد الحريري سيرجع إلى بيروت في الأسبوع القادم، وهو كان غائبا حتى اليوم عن لبنان، وقد أطلق اليوم يعني كلاما استنكر فيه كلام نصر الله عن استهدافه السعودية وعن حربه الكلامية أيضا ضد الدول العربية. أنا أرى هنا أنها طبعا يعني الجميع وخاصة أيضا رئيس تيار المستقبل سيبدأ بإثارة العصب السني الطائفي لكي ترجع إليه تلك الشعبية التي فقدها حين دخل في التسوية الرئاسية واتفق مع حزب الله على قانون انتخاب أهداه عبره بالأكثرية الانتخابية. وبالتالي للأسف نعم، الحملة الانتخابية بدأت، قد أطلقها حسن نصر الله عبر هذه التصريحات، وهو يستدرج هنا تصريحات معادية من جبران باسيل ومن نجيب ميقاتي رئيس الحكومة ورئيس الحكومة السابق، كي يبدأوا في شد عصب جمهورهم الذي يكاد أن يضمحل الآن. هذه نقطة مهمة، شد عصب الجمهور وتهيئته للانتخابات القادمة، لكن الأهم مصلحة لبنان كدولة. يعني أين المصلحة فيما يدور الآن، سواء بتصريحات حسن نصر الله أو التصريحات المضادة من أطراف لبنانية أخرى، ولا سيما أن سعد الحريري وصف في تغريدته عبر تويتر ما يفعله أو تصريحات نصر الله بأنها مغامرة بلبنان ومستقبله؟ يعني هذا أقل ما يقال عن كلام نصر الله، بأنه مغامرة وأنه كلام غير مقبول. ولكن الكلام هنا لا يكفي. بالنسبة لموضوع حسن نصر الله، حسن نصر الله قال بعظمة لسانه بأن ثيابه ومعاشاته وصواريخه وكل ما هو عليه من إيران. وبالتالي حسن نصر الله هو شخص كما هو صرح، شخص ينتمي إلى إيران، يعني اللي بيأكل من خبز السلطان يحارب بسيفه. وبالتالي حزب حسن نصر الله يتكلم بلسان عربي، بلغة عربية، ولكن بلسان إيراني. وبالتالي لا نستطيع أن نعول على أن حسن نصر الله أو حزب الله يبتغون مصلحة لبنان واللبنانيين سواء في حروبهم. لكن من ناحية أخرى سيد فرانكو، هناك سؤال مهم للغاية. إذا كان رئيس الحكومة السابق أدلى بتصريح في صالح الطرف السعودي إنجاز التعبير،
ورئيس الحكومة الحالي أيضا كان تصريحه جيدا في هذه الزاوية، ورئيس الدولة أيضا ميشيل عون أكد على تمسك بلاده بموقفها تجاه دول الخليج والسعودية بشكل خاص. لماذا تصبح هناك أزمة إذن؟ إذا كانت هذه المواقف واضحة، لماذا لا تتجاوز السعودية هذه التصريحات يعني وتعدها؟ تفضل. وصلت الرسالة سيدي الكريم. هذه مجرد تصريحات ومجرد كلام، إنها مجرد زوبعة في فنجان لا تغني ولا تسمن من جوع. المهم هي الأفعال، ما يقوم به حزب الله وحسن نصر الله بدعم الحوثيين في حربهم على المملكة العربية السعودية هو شيء فظيع. هو يعتدي على الدولة السعودية انطلاقا من لبنان، وبالتالي كل هذه التصريحات التي يقوم بها رئيس الحكومة الحالي والسابق ورئيس الجمهورية لا تغني عن من جوع، لأنهم عليهم أن يقوموا بـ بـ يقوموا بـ بـ بأفعال جدية وليس فقط كلامية. عليهم أن يقوموا بخطوات لكي يرضوا حزب الله عن إكمال دعمه أو عن متابعة الحرب التي يقوم بها، ليس فقط السعودية بل أيضا ضد معظم الدول العربية. هو يدعم كل الحركات المناهضة للدول العربية انطلاقا من لبنان، وقد علمنا أن هناك آلاف الأطنان من ملايين حبات الكبتاجون، وهذا مخدر، ترسل وتحاول يحاولون أن يرسلوها إلى السعودية وإلى أماكن أخرى من الدول العربية. وهذا شيء يعني أضعف الإيمان بأن يمنعوا تلك العمليات، عمليات التهريب لإفساد الشباب العربي، أن يمنعوا عمليات تهريب من كل بيئة يعني المحسوبة على حزب الله. وبالتالي إن مجرد الكلام واستنكار ما يقوم به حزب الله أو حسن نصر الله لا يغني من جوع سيد الكريم. الداخل اللبناني هو جزء من هذه التصريحات ومن تداعياتها، كيف يمكن أن تؤثر على الداخل اللبناني وعلى الأزمة الحاصلة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في لبنان؟ هذه التصريحات ستزيد من عزلة لبنان، وأظن أن الأخوة في الدول العربية ومنهم المملكة العربية السعودية يدركون تماما بأن توزيع الأدوار بين حسن نصر الله والفئة الحاكمة التي تحكم باسمه، هذه حكومة حزب الله، وكل من يشارك في السلطة اليوم بأمر من حزب الله وبموافقة حزب الله. اليوم تصريحات نصر الله ستزيد الموضوع الاقتصادي سوءا، ولبنان سيتدنى مستوى العيش به أصلا. لبنان يعني إنه موجود الآن في الانهيار، لا نستطيع بعد اليوم أن نصلح أي شيء، وخاصة في ظل وجود سلطة حزب الله المهيمنة على البلاد كما قال الملك السعودي. وبالتالي ليس هناك من أمل في أن ينهض الاقتصاد اللبناني طالما أن حزب الله يهاجم ويحارب الدول العربية انطلاقا من لبنان، وطالما أن هذه السلطة الحاكمة التي تحكم باسم حزب الله والمدعومة من حزب الله وهو الذي منعها من السقوط، حزب الله منع سقوط هذه الطبقة الفاسدة من السقوط عندما قام الملايين من اللبنانيين بالتظاهر لإسقاط هذه السلطة الفاسدة. شكرا. ولكن للأسف سيد الكريم ليس بيد حلا، الأمور كلها بيد حزب الله، وعسى الله أن يغير شيئا في المستقبل. أشكرك، كنت معنا عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية السيد فرانكو عبد القادر.